ان الوسط المادي معركة الحسين انا ما اقدر احصرها بكربلاء، لا لا، معركة الحسين في كل بقعة من بقاع العالم، لان حيثما ذهبت تجد يزيد وتحتاج الى حسين. نبه لي زين، انت الواقع المعركة ما تقدر تحصرها بواقعة الطرف، لكن تقول المنطلق اللي صارت من المعركة هو منها، وإلا معركة الحسين أبعادها هواية أكبر من هذا وهواية أطول. صحيح أن هذا اليوم تجتمع به الفرحة مع الألم، الفرحة بالبطولات اللي جسدها الحسين، والفرحة بعطاء الطف، عطاء نهضة الحسين، والألم بما أصابه، لأن الواقعة يزدوج بيها الفخر مع الألم. نبه لي، يعني الواقع احنا في ذكرى الحسين، لا تتصور اننا احنا في ذكرى الحسين مجرد دمعة، لا لا، مجرد، لا مو مجرد دمعة، لا، احنا في موضع اعتزاز وفي موضع اخذ من عطاء الحسين.